من أين أنت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمي أمين، وأنت ما اسمك؟ اسمي أحمد. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من جاكرتا. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. في المدرسة. صباح الخير. صباح النور. ما هذه؟ هذه حقيبة. هل هي حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. ماذا في حقيبتك؟ كتاب قلم ومسطرة. هل معك أشياء أخرى؟ لا شكرا. عفوا. امتحان اللغة العربية. هل أنت مستعدة لامتحان اللغة العربية؟ أنا مستعدة لامتحان اللغة العربية. ماذا تدرسين اليوم؟ أدرس اليوم الجملة الأساسية. وأنت يا أحمد، هل مستعد للامتحان؟ نعم، أنا مستعد للامتحان. ماذا تدرس يا أحمد؟ أدرس القواعد. إلى اللقاء في الساعة 10 غدا صباحا. إلى اللقاء. في المكتبة. ما هذا الكتاب؟ هذا كتاب اللغة العربية. وما ذلك؟ ذلك كتاب اللغة الإنجليزية. وما تلك؟ تلك جريدة.
ماذا تريد يا أحمد؟ أريد قراءة المجلة. ليس عندنا مجلة. شكرا. إلى المكتبة. صباح الخير. صباح النور. من فضلك، أين المكتبة؟ تلك هي المكتبة. هيا بنا إلى المكتبة. حسنا. أريد كتابا في التاريخ. وأنا أريد المجلة. المجلة على المكتب. وكتاب التاريخ على الرف. شكرا. عفوا. في الفصل. كيف أصبحت؟ بخير والحمد لله. ماذا تقرأ يا محمود؟ أقرأ الدرس. ما عنوانه؟ التاريخ. وماذا تكتب؟ أكتب رسالة. إلى صديقك؟ نعم، إلى صديقي. من هو؟ أحمد. شكرا. عفوا. طالب جديد. أهلا يا محمود. أهلا يا حامد. من هذا؟ هذا علي. هل هو طالب جديد؟ نعم، هو طالب جديد. ومن هذه؟ هذه حسنة. هل هي طالبة جديدة؟ لا، هي طالبة قديمة. شكرا. عفوا. إلى اللقاء. إلى اللقاء قريبا. لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحم دائماً.